خليني ارجع بقى اتكلم عن تاريخ، خلينا نحتفل النهارده بتاريخ كبير انت حققتيه. هنبتدي بسنه 2000، خلينا بلاش نبتدي الاول ليه رفع الاثقال، ايه اللي حصل، ايه اللي خلانا منذ البدايه قبل سنه 2000 اللي خلانا نخش اصلا رفع الاثقال؟ اللي خلانا نخش رفع اثقال زي ما حضرتك قلت كده، ان انا كان عندي هدف ان انا اكون اعظم امراه في العالم، وده الحمد لله حصل. يمكن انا مش الحمد لله مش اعظم رياضيه في مصر بس، وبل بالعالم، ان الحمد لله ما حدش يعني حقق 6 ميداليات صحيح. غير الحمد لله انا يعني. صحيح. فانا من بدايتي طبعا الحمد لله ربنا من عليا بشلل الاطفال، ودايما بقول ربنا من عليا، الحمد لان لله لو ما كانش عندي الموضوع ده انا ما كنتش هبقى هتبقي فاطمة بطله عمر. النهارده. صح. فلما ربنا من عليا بيها، يعني ان كان الوقت ده الناس كلها عندها ما عندهاش ثقافه ازاي التعامل مع ذوي نعم الاحتياجات الخاصه، نعم وكانوا دايما بيعاملوهم بشفقه وعطف وحاجات كده، يعني ممكن بتجرح الانسان ذوي صحيح الاحتياجات الخاصه شديد قوي، يعني بتجرحه صح جامد يعني. بالظبط. فانا ما كنتش حابه النظره دي، ومش حابه الناس تبص لي كده، ومش حابه ان انا دايما هم شايفين ان انا يعني انا اللي اعتمد عليهم مش هم يعتمدوا عليا. فكنت نفسي ان انا اغيرها واغير النظره دي يعني عند المجتمع كله، واقول لهم لا، ان ذوي الاحتياجات الخاصه ده انسان عادي زي خالص، صحيح زيه زي اي حد، هو بالعكس هو بس يعني ربنا اخذ منه حاجه بس اداله حاجات تانية كتير. ف نعم يعني انا كنت اقوى من اخواتي، يعني انا ما شاء الله. يعني انا كنت اعمل حاجات اخواتي ما فيش يعملوها. انت عملتي حاجات العالم كله ما عملهاش، ده اللي بياخد ميداليه اولمبيه ما نعرفش نكلمه، ما بيردش علينا. النهارده 6 ميداليات اولمبيه انت واخداها، يعني ومنتهى التواضع ومنتهى يعني الجمال في الكلام والثقافه. ربنا يكرمك، ربنا اتفضلي يا يخليك كابتن. يا كابتن هيثم يا رب. ففكرت مع نفسي كتير انا ازاي اغير النظره دي، وازاي اخلي الناس تتعامل مع اللي عنده حاله خاصه ان هو يتعامل معاه صح. ايه كان ان انا اعمله عشان اغير النظره دي؟ يعني كتير من ذوي الاحتياجات الخاصه بيتعلموا وبيشتغلوا، ولكن ما غيروش ثقافه. نعم اللي غير ثقافه لازم تكون معروف. طب انت هتتعرف النهارده ازاي؟ غير يا اما عن طريق الرياضه، يا اما عن طريق بقى تعمل حاجه خرافيه بقى محدش عارفها. بالظبط. فانا فضلت ان انا العب رياضه، ولما جيت اختار رياضه يعني اخترت رفع اثقال عشان هتبقى مختلفه. برافو. صح، لان ان 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 فتاه مصريه تلعب رفع اثقال وتتميز فيها هتبقى فعلا حاجه ملفته، بالظبط وهتحقق لك الهدف اللي انت كنت بالظبط، عايزاه. عشان يوم ما هتعرف، يوم ما يعني الناس كلها هتعرفني، يوم ما كل اقدر اثبت كلامي للناس كلها، نعم انا بنت ذوي احتياجات خاصه، ميزاني 29 39 كيلو، وقدرت ان انا اتحدى المستحيل، وقدرت ان انا العب رياضه الرجال ما بيقدروش عليها. صحيح. كنت اول من اول الجيل اللي لعب رفع اثقال، من اول من اسسوا رفع اثقال في مصر من نعم البنات. نعم نجحت الحمد لله من اول بطوله بعد 15 يوم تدريب، وحصلت على ميداليه ذهبيه في بطوله الجمهوريه. طب رحت اتمرنت فين يا كابتن؟ يعني بدأت تتمرني فين؟ يعني عشان تحقق حلمك ده شفت فين رفع الأثقال ورحت له ازاي؟ المهم جدا الخطوة الأولى. انا كنت بتعالج في معهد شلل الاطفال، لان اي حد كان عنده شلل الاطفال كان بيروح كان المعهد معهد شلل يتعالج الأطفال فيه، بالظبط. ولقيت ان في ناس بتتمرن جوه، وفي ملعب جوه في النادي في المعهد فعلا نفسه. فسالتهم انتوا يعني بتعملوا ايه وبتلعبوا ايه؟ فقالوا لنا ان احنا في نادي تابع لينا اسمه نادي شلل الاطفال، هو دلوقتي اسمه نادي ياسمينه، ده خاص بذوي الاحتياجات الخاصه، ممتاز. عندهم العاب كتير، ممكن حضرتك انك تروحي وتشوفي وايه اللي يناسبك وكده يعني. كان قريب من البيت؟ لا ما كانش، خالص كان بعيد. خالص، طب حلو. انا ساكنه في حلمية الزيتون، والنادي كان في امبابه، مشوار كنت وانا بتروحي؟ كنت لا افقه شيء، يعني كانوا يعني اسرتي بتخاف عليا جدا، ما كنتش بخرج ولا بروح ولا باجي ولا بعمل اي حاجه. فبالفعل عديت الطريق بين المعهد وبين النادي، تعدي الطريق ودخلت واتفرجت، وقابلني كابتن ايمن محمد علي وقال لي انت جايه بتعملي ايه؟ قلت له انا عايزه العب رفع اثقال. فبص لي وقال لي ازاي هتلعبي ده انت قليلة يعني جدا. البار اتقل منك. قعدت اتحايل عليه واقول له جربني وكده، كان في ولو ما بنات نفعتش. بتمرنوا ولا ما كانش؟ كان في بنتين بس هما اللي كانوا اتمرنوا بيتمرنوا، قدامك. كانت كابتن فاتن حجازي وكابتن حنان فؤاد، دولت كانوا فاكراهم؟ طبعا دول هم اول حد لعب بطولة افريقية، انا جيت وراهم على طول وقلت له جربني، والحيت عليه ان هو يجربني، وبالفعل جربني وعملت 55 كيلو في اول ماسكت بار، فاكرة سنة كام؟ كانت سنة 94. يا خبر أبيض ما شاء الله.
كان عندك كام سنه ساعتها؟ كان عندي حوالي 19 سنه. بس كان عندك اراده يعني، حتى ابتديتي متاخر. توصلي 19 سنه وتشيلي البار، تعملي 55 كيلو من اول رفعه بار. هو في الوقت هو ده اتصدم. اتصدم فعلا، اتصدم وبص لي بصه اعجاب شديده جدا وقال لي انت مش هسيبك، انت قريب جدا هتبقي حاجه كبيره، خليكي معايا وهوصلك للعالميه. والحمد لله فضلت معاه اكتر من سنتين يعني، العب بطولات الجمهوريه وكاس مصر وكده. وجيت الصدمه الكبرى ان مفيش منتخب بنات هيتعمل لمصر او للعالم كله، مش هيبقى فيه منتخب بنات رفع اثقال. يا خبر ابيض. ده كان قرار طبعا. انا لما سمعت القرار ده قعدت في البيت. زعلتي؟ زعلت وقعدت في البيت، ما رضيتش اكمل. حلمك وقف. ما رضيتش اكمل مع ان كان في العاب تانية ممكن ممكن اروح فيها وممكن. بس انت حاسه نفسك في رفع الاثقال؟ انا عايزه دي، انا حابه اللعبه دي عشان حاسه لو نجحت فيها بجد يعني انا هكون ثبت العالم كله، ما فيش حاجه اسمها اعاقه ان شاء الله.